استاذ هيكل كان بيحكي لما راح له الدكتور بشر والدكتور دراج، فما بيتكلموا معاهم قال لهم انا مش راجل مسؤول ما تتكلموش معايا، قالوا له واحنا مش قيادات، احنا مش مفاوضين احنا نتكلم. طيب من يتكلم لما يطلع الدكتور صلاح سلطان وانا احييه على البيان الاعتذار؟ طب في النهايه يطلع لا حد يقول لك لا ويطلع زوبع ويعتذر فيطلع واحد تاني يقول لك لا يقول له انت تتكلم عن نفسك، انت ده لا يمثل الا نفسه. طب في نهايه الامر اما هتيجي هتروح، طيب انت في بعد الدكتور محمد علي بشر مش ده عضو مكتب ارشاد؟ اذا كان عضو مكتب الارشاد والذي كان مكلفا بالتفاوض ليس اتنين يقول انا ما عنديش تفويض. طب التفويض عند مين؟ عند المرشد وعند نائب المرشد وعند مكتب الارشاد. ثم في نهايه الامر لا توجد بادره تنازل، السياسه هي المرونه. هم حتى الان طالما هم يتمترسون، الاخوان الى الان يتمترسون خلف الايديولوجيا بتاعتهم. والاخوان تاريخيا يا استاذ محمود مع الاسف الشديد الإخوان تاريخيا يمتلكون غباء سياسيا منقطع النظير على مستوى العالم وعلى مستوى التاريخ الإنساني. لأول مرة شوف عاملين زي المقامر بالضبط، هم بيشغلوا في السياسة بعقلية المقامر، إما أن أكسب كل شيء أو أروح السجن وما فيش مشكلة.